جميل. احنا فرحانين بتأهد المنتخب ديالنا والمشاركه ديالو. اما بالنسبه للاستعدادات بالنسبه للمقهى عادي كيف كان شعال هادي. حنا دابا فرحانين غير باش نساتيسفيو ليك اليوم اللي عندنا هذوك الناس اللي عندنا خصك ضروري تفرح معاه بالنقل ديال فهمتي. اما بالنسبه غنستافدو شي حاجه حنايا اربع مقاهي ومداخل داكشي راه غريبه لان علاش التوقيت فهمتي كاين التوقيت بعدا كاين 11 كاينه جوج تقريبا اغلبيه الماتشات جوج 11 وجوج فهمتي كاين دوك الماتشات ديال 8 غاتساتيسفيو ديال الخمسه هذوك شويه مزيانين بالنسبه لك هذوك الكليان ديالك غاتحافظ عليهم فهمتي. اما بالنسبه كيف كنا واحد الوقت حنا غير في الجزيره اخباريه كنجيبوا الكرات اخباريه ما بالك بالسبور داك الشيء فهمتي. دابا والو عادي حنا انايا لكن ناقص من الجائحه حيدت 50% ديال الكرات وباقي محيدهم الان فهمتي 50% ديجا محيده في ديك الايام الجائحه ما زدت ما والو باقي محطوطين مغبرين فهمتي. ما زعما ما كاينش حاجه تقول لك غتشجع ما كتشجعش. هاد الازمه دابا اللي كاينه راه صعيبه ماشي غير عليا انا راه حتى الكليان ديالي صعيبه علي لان الانسان راه شرب عندك قهوه انا يمكن شرب عندك قهوه ولا ثلاث القهوه فهمت. القهوه راه شرب دابا مثال نعطيو حنا نهضروا كاع نعطيو اكزومبل جا الكليان ديالي شرب قهوه مرة 11 تروج ماس ما بغا يجيب العشاء وغايجي غير نقول ليه تشرب ما يمكنش نقول ليه تشرب هو انت بدا كاين كتعرفو عارف السيتياسيون ديالو فهمتي. هادشي اللي كاين ماتشات كنقلوهم بالسبور عندنا فهمتي كنقلو ماتشات باش نقول لك غنزيدو الكراسة وداكشي راه ما كاينش فهمتي. لان علاش هادشي كيبين لنا حنايا راه دازت العصبة دازت فهمتي. دابا الماتشات ديال المنتخب حقا راه يكون فيهم ولكن راه منقولين الماتشات راه ماشي حصري. دابا الماتشات تقريبا ما بقاش حصري في الماتشات شي الحصري لي بي تي في اللي كاين والتليفونات فهمتي راه ما بقاش. انا بعض المرات كنشد ماتش وقسم فيهم بالله العلي عدم مدير راطا ولا دابا ساد مخدم التلفازات واحد ما كيشوفها كلشي التليفونات هذا هو الواقع فهمتي. عطي بنادم غا الويفي يكون عندك مزيان فهمتي وعاوتاني الويفي اذا كان عندك مزيان وكانوا بنادم بزاف راه ما يبقاش مزيان فهمتي. حنا دابا ما عندنا الكليان ديالنا قليل فهمتي راه كافيين معاه بهذاك على الاقل. التليفونات هما اللي كيتفرجوا على البرنامج هما الاغلبيه واخا يكون ماتش باغي يتفرج فيه كيحط التليفون قدامه قليل. حقاش واحد الوقت كانت الكره كيجيو عندنا ناس ما كيجيوش القهوه كيجي ديك الفرصه ديال كاين المنتخب كيجي يقول لك المنتخب كاين ناس ما كيبركع في القهوه ولكن وقت المنتخب يجي من دارو ويجي. دابا والو هو بالنسبه لي هو الماتش غيشوفو في دارو عادي فهمتي. وكيان ديال القهوه هما اللي عادي انت خصك تضطر تدخل للماتش باش تبقى معاه فهمتي فهمتي. والتجربه كاينه زعما كان راس على فينالات انا سديتهم انا وعباد الله ما كيتفرجوش كيتفرجوا في التليفونات ماشي شادين التليفون الماتش ما عندهمش حتى حاجه اخرى فهمتي. انا ما يمكنش نزيد الثمن فهمتي كي غدير تزيد الثمن ودابا كتبان لك دابا حتى الكليان ديالك غتزيد عليه الكليان تزيد عليه الثمن راه عيب فهمتي. فالزيادة راه ما فهمتي راه مقهور بنادم كيجي عندك بنادم مسير ملي كيجي عندك انت راه خصك تاخذ بخاطرو فهمتي. غتزيد عليه غتولي بحال فهمتي كيفاش كتزيد عليه. انايا كاين هذوك اللي كيديروا حقاش دابا كاين واحد المنطق ديال الخدمه في هذا الشيء ديال القهوة باش ما نخلطوش. كاين قهوة شعبيين كاين قهوة سيزيونير يعني فهمتي كاين قهاوي اللي اختصاصيين غير فهمتي عندهم واحد الهيد ديال الكره فهمتي فهمتي عندهم واحد الشريحه ديال بنادم كيخدموا معايا يقدر يزيد عليه يقدر ما يزيدش عليه على حسابه. كاين اللي خدام مع الباساجي يقدر يزيد يكونوا خدامين مع فهمتي مع الباساجي يقدر يزيد يقدر يدير اللي بغا يدير فهمتي. انا بالنسبه لي انا ما نقولش يقدر نزيد ماشي وقت تزيد على بنادم دابا فهمتي. دابا اخر شي تعادل حمد الله وشكرا مع خوتك المغاربه تعانقتوا المغاربه فهمتي. الواقع راه كيقول كل شيء بلا ما نبقى نقول انا فهمتي دابا على انا دابا ما تزاد عليا والو راه تزاد عليا كل شيء تزاد عليا انا راه من ما عرفتش ملي غنهضر لك اي حاجه دابا راه كل شيء مزيود فيها. تحيه للمغاربه وكنتمناو لهم ان شاء الله يوصلوا لواحد المستوى من غير يفوتوا لنا الدور هنايا هذاك بالنسبه لنا يدوزوا لنا الدور الثاني بركه فهمتي بلا ما انا كنكون ديجا فرحانين بالاحرى الى وصلنا لشي
وهذه فرصه بالنسبه لهم، فهمتي؟ هذه فرصه كتبان لي، فرصه بالنسبه للمنتخب باش يحقق شي حاجه.